يعطيكم العافية. معكم خليل حمزة من شركة كاتيك. اليوم احنا بجايتكس راح نعرض النسخة الثانية من الاستراتيجي مانجمنت سيستم. مبدئيا الاستراتيجي مانجمنت سيستم اهم فيتشر فيه هو بيوفر لوحة قيادة لجميع اعضاء الادارة في اي مؤسسة او اي هيئة لحتى يكون عندهم فيجن اوفر فيو عن الخطة الاستراتيجية، بداية من الخطة الاستراتيجية كميشن او فيجن او جولز، اوكي، بندرج تحتها المحاور الخطة الاستراتيجية واهداف الاستراتيجية مرتبطة ب الخطة التشغيلية، حيث الخطة التشغيلية بتحتوي على المبادرات، المشاريع، على المؤشرات التشغيلية اللي بتكون مرتبطة في المشاريع حسب مراحلها وحسب التاسك الموجودة في هاي المشاريع اللي بتكون موجودة على كل موظف لقياس البروجريس ونسبة إنجاز هذا المشروع اللي بتنعكس دايركتلي على المؤشرات التشغيلية، وآخر شيء بيعطينا أوفر فيو للهيئة كاملة عن البروجريس تبع الخطة الاستراتيجية كاملة. فالنظام عندنا بيوفر الكابابيليتيز لأي شخص موجود بالهيئة أو بالدائرة لحتى يكون عنده فيجن على الخطة الاستراتيجية والبروجريس تبعها على مستوى التشغيلي والاستراتيجي. برضه بتوفر عندنا موضوع التاسك مانجمنت على مستوى جميع التاسكس وعلى مستوى جميع المهام الوظيفية المرتبطة بالأهداف الوظيفية للموظفين. وشكرا لكم.